المداخلات لهم حقهم كمان. اتفضل يا معالي المواطن سعيد. مساء الخير يا مكتب، ايه اخبار حضرتك؟ اهلا وسهلا، مساء الخير يا فندم. اهلا بك يا فندم، ارجو من حضرتك اولا بلغ خالص تحياتي لضيوفك الكرام جميعا بلا استثناء. اهلا بك يا فندم، اتفضل. اهلا بحضرتك يا فندم. انا حضرتك موضوع الحلقه عن الطلاق، ولقيت الاخ والاخت بيتكلموا عن الاستضافه. لا، الطلاق بالابراء. طلاق بالاكراه. طيب لا، على الابراء، على الابراء اللي هو تبريني، بس هم بيتكلموا عن الاستضافه كجزء من. اتفضل يا فندم. بص يا مجدي، اولا لو هنتكلم على الطلاق، هل الطلاق ده بيقع شرعا ولا لا؟ ده دي مساله هتحير ناس كتير وهتحير اهل الدين كمان. ده رقم واحد. تمام؟ اذا الزوج طلق زوجته بدون ما يعلنها ان هو طلقها، هل هي طلقها كده يقع وصحيح شرعا ولا لا؟ ده السؤال. السؤال الثاني مجدي بعد اذن حضرتك، إذا الزوجة عمل خلع، اكتب حضرتك بيسأل إذا الزوج طلق زوجته دون أن يعلمها هل تكون طالق ولا لا؟ كمل يا فندم. ده دي حاجة ماشي، وعايز برضك أكد على مقولة من ست فاضلة هي الأستاذة سميرة الرفاعي الكاتبة الصحفية، قالت لنا في وقت من الأوقات مش كل الرجالة شياطين ولا كل الستات ملايكة. تمام، أكيد. تمام، يعني لازم يكون في أسود عشان نشوف الأبيض. تمام، دي حاجة. تمام، حاجة ثانية، في بعض السيدات بيرفعوا خلع أو الطلاق من غير ما الإعلان يوصل للزوج فعلياً وتحصل على حكم رسمي من المحكمة بالطلاق، هل ده الطلاق يقع شرعاً؟ تمام، المحكمة تمام. برضو بدون اختار الزوج. اتفضل يا فندم. بدون اختار الزوج. تمام، أنا لو شغال في الخليج وزوجتي رفعت عليا الطلاق من غير ما تعرفني وأخذت الحكم ورجعت لقيتها متجوزة واحد تاني، هل ده جوازها منه شرعي أم غير شرعي؟ ده بالنسبة لنقطة الطلاق. انما بالنسبه لنقطه الاستضافه اللي الامهات معارضينها وفي بعض ابهات عايزينها، انا هقول لكم على حاجه، بلاها استضافه وبلاها حضانه، واعذروني في التعبير اللي هقوله، هل يجوز ان الطفل يقعد نص سنه عند امه ونص سنه عند ابوه مدى حياته؟ تمام، جاوبوني على ده. اقتراح وراء ده اجتهاد شخصي مني. نص سنه ونص سنه حضرتك بتقترح ده؟ وقبل يعقل كمان اقتراح، ممكن يتقال عليا ان انا مجنون. طب الاستاذه نهال، الاستاذه نهال بتتناقش حضرتك الطفل انا هتابعكم بعد اذنكم من على الشاشه، ممكن لو سمحتم. طب خلاص خليه يكمل وسجل لي النقاط دي. متشكر جدا على عدم تحيزك يا مجدي. لا يا فندم انا مش متحيز والله. والله حضرتك غير متحيز، انت محايد جدا الحمد لله. استاذن عليك بقى في سؤال للامهات المعارضين للاستضافه. اولا مفيش اب بيخطف اولاده من الاستضافه، ده رقم واحد. والسيده الفاضله اللي تقول ان طلقها هيخطف ابنه، هرد عليها كلمتين اتنين بساط جدا، لان انا راجل فلاح واعرف القيم الاخلاقيه كويس قوي. مفيش اب بيخطف اولاده. يا ام يا فاضله، وتذكري ان الراجل ده حضرتك كنتي زوجه في عصمته وبيتكلم معاه في يوم واحد وفي بيت واحد. تمام، دي حاجه. هل الامهات خايفين من الخطف؟ تحليلي الشخصي البسيط جدا يا مجدي بيه، ان الخطف مش هيتم من الاب ولا من اهليته ولا من عصابات الطفل. اللي اختطف الطفل هو اللي هيقوم بيه يا استاذ مجدي. الطفل المحروم من ابوه ليه حق على امه وليه حق على ابوه. خلاص يا مجدي بيه، اللي اتطلقت وغالبا الجوازه كانت غلط. يا معلش انا اسف جدا لان انا ساكت، لان انا راجل شعبي قوي. هقول لحضرتك يولع الاب والام وندور على مصلحه الطفل. كفايه ابناء طلاق في البلد، خرج منهم عادل حباره، خرج منهم الاخ اللي فجر نفسه في الكنيسه في اسكندريه. انا كمطلق لن اسمح ابدا، وما فيش اي اب مصري هيسمح ان اولاده بعد طلاقه من امهم يكونوا مشاريع ناس عناصر كفريين وعناصر ارهابيين. دي مساله امن قومي قبل ما تكون مساله مجتمع. ده اللي انا بقوله واتحاسب عليه امام القانون وامام الله. اشكرك جدا معالي المواطن سعيد.